سؤال واحد مسمي نفسه الأهلي، كلمة عن النادي الأهلي السعودي ورأيك فيه الموسم الماضي. الأهلي أنا قلت فيهم كلمة بعد موسمهم الاستثنائي في نهاية الموسم، قلت الأهلي لم يخسر في الدوري سوى الدوري. وبصراحة النادي الأهلي كان 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 موسم مذهل وموسم رائع في 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 مختلف المسابقات، ونتائج كثيرة كانت بدون هزيمة في بطولة الدوري، مشاركة آسيوية حتى دور ال 16، بطولة كأس ولي العهد. أثر الموسم، كان منافس، كان طرف في 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 القمم، طرف في الإثارة حتى الأسابيع الأخيرة، كان سبب رئيسي من جمالية الموسم. الله ما كتب لهم بطولة الدوري، على جماهير الأهلي وعلى إدارة الأهلي أن لا تتوقف، وأن تعلم بأنها اقتربت أكثر من أي وقت مضى، وأن لا يكون هذه الخسارة لهم سبب في العودة إلى الخلف والتراجع خطوات أكثر.